نقوم بإنشاء الطبقات. إن أول طبقة اللي هي الستدي إيريا، نضغط رايت كليك على الداتا سيت الموجودة عندنا ونعمل نيو، ونروح على فيتشر كلاس. تفتح عندنا هاي الواجهة، بنكتب الاسم، اسم الطبقة اللي هي ستدي إيريا أو منطقة الدراسة. بنقدر نكتب لها اسم مستعار، الاسم المستعار اللي هو راح يظهر لكن بالأساس بكون اسمها ستدي إيريا. نوع الطبقة كما أخذنا في فيديو سابق عن أنواع البيانات الجغرافية، إنه في عنا الفيكتور داتا، والفيكتور داتا بيتم تمثيله من خلال بوليجون ولاين وبوينت. فإحنا بنختار نوع الطبقة مضلع اللي هي البوليجون. طبعا إذا أنا بتعامل مع إحداثيات زد أو الارتفاع بخلي هذا الخيار موجود. إذا أنا كل شغلي ثنائي الأبعاد الأفضل إنه نشيل هذا الخيار. نضغط بعدها على نيكست، بيفتح عنا الصفحة الخاصة بالحقول. إذا أنا في عندي طبقة بدي أقوم باستيراد هاي الحقول، فبقدر إن أنا أقوم باستيراد حقول من طبقة موجودة عندي سابقا، أو أقوم بإنشاء أي حقل جديد. طبعا راح نأخذ الحالتين، الحالة الأولى راح يتم استيراد حقول موجودة عندنا. نضغط على امبورت ونروح على الملف الموجود فيها طبقة نقوم باستيراد الحقول تبعتها. نروح على الفولدرز ونختار اسم الطبقة. طبعا اسم الطبقة اللي هي ستدي ايريا موجود عندنا هدول الحقول، بقدر ان اعدلهم. يعني مثلا الحقل اللي اسمه بلوك اي، بقدر ان اقوم بالتغيير نوع هذا الحقل، بضغط عليه دبل كليك وبختار نوع جديد، لكن راح يتم تركهم زي ما هو. وانا بعد ما اقوم باستيراد اي حقول من اي طبقة موجودة عندي في جهاز الحاسوب، بقدر اني اضيف حقول جديدة من خلال النقر في المنطقة هاي. بيظهر عندي فيلد جديد بقوم باعادة تسميته تست مثلا، هذا الحقل بدي مثلا يكون من نوع لونج. طيب خلينا نتعرف على انواع الحقول. في عندي عدة انواع للحقول. اول حقل اللي هو الشورت، اللي هو يعني خاص بالارقام الصحيحه، يعني ما فيها اعشار، بتكون قصيره. كيف يعني قصيره؟ يعني اذا انا قمت باختيار شورت، فانا بقوم بادخال بيانات او قيم في هذا الحقل ما تزيدش عن 5 خانات. يعني مثلا اذا انا دخلت رقم 1000 بيقبله، اذا دخلت رقم 10000، 10000 بتكون من كم خانه؟ من 5 خانات. فبهذه الحالة الأفضل إني أختار، إذا كانت بيانات المطلوب إدخالها فقط أرقام بختار لونج، إذا كانت مثلا 10000 وأكثر. أما الأرقام الأحادية أو العشرية أو المئات، مثلا مثل قطع الأراضي، مش راح يزيد عدد قطع الأراضي مثلا عن 2000 قطعة بالحوض على سبيل المثال. أو مثلا عدد الطوابق، يعني أنا مش راح يكون عندي عدد طوابق بناية 2000 طابق او 1000 طابق، فانا بختار شورت على اساس انه انا بقدر ادخل من 0 لحد 10000. اما اذا كان انا القيم اللي بدي ادخلها مثل مساحات او ارقام هويات او اي دي معين او اكواد معينه، ممكن يتكون الكود مثلا من اكثر من 7 خانات و10 خانات و20 خانه، فانا الافضل ان اكون باختيار لونج انتجر. ايضا لبناء السب تايب والدومين، طبعا هدول تصنيفات رئيسية وفرعية، عشان اقوم بعملية السب تايب والدومين ضروري يكون نوع الحقل لونج انتجر. اما انواع الحقول الفلوت والدبل، هدول خاصة بالارقام العشرية. يعني اذا انا بدي اقوم بادخال قيم مثلا 1.10 او 1.8 او 1.2 او 1.62، هدول قيم عشرية، فانا بقوم باختيار الفلوت والدبل. طبعا شو الفرق بيناتهم؟ نفس العملية، لكن الدبل بكون ادق بالقيم العشرية من الفلوت. النوع الخامس من الحقول، في عنا ديت، يعني انا بقدر اخصص هذا الحقل فقط للتواريخ. طبعا في صيغ معين لكتابة التاريخ، ما بقدر ادخل اي قيمة، فانا بقوم بكتابة صيغ التاريخ، الساعة، الدقيقة، الثانية، التاريخ، الشهر الاول، من اليوم الاول من شهر 10 مثلا، وهكذا. اما من نوع التكست، يعني بقدر ادخل اي قيمة موجودة. التكست يعني بقدر ادخل ارقام، اشارات، رموز، حروف، اي اشي. حقول راح نكون باستخدامهم في دروس متقدمة. وهذا النوع واخر نوع، هذا الخاصة
لبيانات بتكون كبيرة الحجم بتم تخزينهم، وعندنا النوع الجلوبال اي دي، كل فيتشر بكون له موقع عالمي، فبتم كتابة هاي الإحداثيات أو كتابة هذا الموقع بحقل معين، بحيث إحنا نقدر نصدر الطبقة لجدول إكسل بكون عندنا حقل اسمه جلوبال اي دي. نقدر هذا الجلوبال اي دي نستخدمه في برامج الاي تي الخاصة بقواعد البيانات مثل الاس كيو ال او الاوراكل او برنامج البي جي ادمن وغيرها من البرامج. بعد ما تعرفنا على جميع انواع الحقول وقمنا باستيراد حقول من طبقة موجودة عندنا، بقدر اعدد على شوية اعدادات من هذول الطبقات، مثلا الحقل اللي قمنا باضافته باسم تيست، الحقل اللي قمنا باضافته باسم تيست احنا بنقدر نكتب اسم مستعار لهذا الحقل، وبنقدر انه نسمح او ما نسمح بالقيم نال، بنقدر ندخل قيمة افتراضية، بمعنى لو حطيت القيمة الافتراضية 5.8 اي فيتشر جديد برسم على هاي الطبقة الحقل الخاص بالتيست بيجي لي هذا الرقم ديفولت، ما بيجي نال، بيجي هاي القيمة اللي قمت بوضعها كقيمة افتراضية. بعد ما نخلص من هاي الواجهة بنروح على الواجهة التالية، في عندنا الاحداثيات، طبعا الاحداثيات ما بنقدر نغيرها، واجهة المرجع المكاني بنضغط ايضا على نيكست، واجهة المسافة المسموحة او التوليرانس ايضا بنضغط على نيكست، واجهة خاصة بالدقة، طبعا ليش هدول اللي احنا ما بنقدر نعدل عليهم؟ لانه احنا قمنا بانشاء طبقة داخل فيتشر داتا سيت، فجميع الطبقات اللي راح ننشأهم في هاي مجموعة البيانات في أمور مشتركة بتكون موجودة عند جميع الطبقات. نضغط على Next وآخر إشي بنضغط على Finish. مجرد الانتهاء من إنشاء أي طبقة بتم إضافتها داخل المحتويات أو جزء المحتويات، ولو رحنا عليها ضغطنا Right Click و Attribute Table منشاهد انه ما في عنا ولا اي فيتشر. اذا الطريقة الاولى لانشاء الحقول من خلال استيراد الحقول، وفي عنا طريقة تانية انه لما نفتح الاتريبيوت الخاص لاي طبقة في عنا هاي الايقونة اد فيلد بنضغط عليها ونقوم بانشاء حقل جديد، او اذا ما عنا ولا اي حقل بهاي الطبقة بنقدر احنا نقوم بانشائهم في هذا المكان بعد ما نقوم بانشاء الطبقة. وبنفس الطريقة في عنا اي حقل جديد احنا بنقدر نحط له اسم مستعار ونتحكم في نوعه، قيم نال بنقدر نسمحها او نمنع قيم نال، بنقدر انه هذا الحقل يظهر في لون اصفر، عند اقوم بتفعيل هذا الخيار اللون الاصفر، واذا كان هذا الحقل ارقام بنقدر نتحكم في الفورمات الخاص في الارقام كيف يظهر القيم وكيف يظهر الأرقام وإلى ما ذلك، وإذا كان عندنا دومين نقدر نربطه بأي دومين موجود عندنا، وفي عندنا قيم ديفولت أي فيتشر بقوم برسمها جديد تأخذ في هذا الحقل بتم إدخال قيم ديفولت. طبعا في عندي هون قيمة رقمها 6، أنا قبل شوي كنت بإدخال 5.8 قيمة افتراضية فهو قربها على رقم 6، لكن لو كان نوع الحقل دبل مثلا بقدر اجي اتحكم في القيمة الافتراضية 5.8، لكن اذا كان نوع الحقل فقط ارقام صحيحة ما بتظهر لي قيمة 5.8، بتظهر قيمة صحيحة لما اضغط عليها دبل كليك بيظهر رقم 6 وهي القيمة اللي راح يتم انشائها او ادخالها عند رسم اي معلم. طبعا في عندنا اخر خيار اللي هو عرض او طول الحقل خاص بعدد الأحرف، يعني مثلا في عندي حقل أنا خاص بالتست خاص بالنصوص بقدر أكتب أي نص فيه مع أرقام مع رموز، ما بقدر أكتب أكثر من 255 حرف. إذا أنا بدي يكون هذا الحقل يوسع فقط 10 أحرف أو رموز أو أرقام بقوم بكتابة رقم 10، إذا هذا الحقل راح يكون فيه ملاحظات كبيرة وأكثر من 500 حرف مثلا بقوم بكتابة 550 حرب. فأنا هون قمت بإدارة إعدادات الحقول قبل الإنشاء، لأنه أنا بعد ما أقوم بإنشاء أو رقمنة أي فيتشر أو أي بناية أو أي قطعة أرض أو أي إشي في إعدادات بقدرش أغيرها وفي إعدادات بقدر أغيرها، لذلك أنا بقوم بضبط جميع الإعدادات قبل البدء بعملية الرقمنة الديجيتايزنج الرسم وإدخال البيانات. بعد الانتهاء من إعدادات الحقول بضغط على سيف، نطلع من هاي الواجهة، بقوم بإنشاء طبقة خاصة بالبارسل وطبقة خاصة في السيكتور وباقي الطبقات، نقوم بإنشاء طبقة للأحياء، نضغط على الداتا سيت ونروح على نيو، نضغط على فيتشر كلاس، اسم الطبقة الأحياء اللي هي سيكتور أو أي اسم أنتم تشوفوه مناسب، ما بدي قيم الارتفاع.
على التالي، والحقول طبعا راح نقوم باستيرادها بدل ما نقوم بكتابتها. إذا أنا هيك انتهيت من جميع الحقول ما بدي أغير أي إعدادات تالية، فبقدر أن أضغط على فينيش مباشرة، هيك بكون بإنشاء هاي الطبقة. بكون بإنشاء طبقة خاصة بالأحياء، وهاي الطبقة فيها 4 أحياء راح نتم رسمهم.